السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزارة التعليم التركية تعلن موعد فتح المدارس. أرسلت وزارة التعليم التركية تعميما إلى جميع الولايات التركية بشأن موعد فتح المدارس. وقالت الوزارة في التعميم أن المدارس ستفتح في 31 أغسطس المقبل 2020، وستغلق في 18 يونيو 2021. وأشارت إلى أنه سيتم إجراء عمليات التدريب على التكيف لطلاب المرحلة الابتدائية في عامهم الأول في المدرسة ما بين 31 أغسطس و 4 سبتمبر 2020. وبينت أن استراحة الفصل الدراسي الأول ستعقد 20 نوفمبر 2020 وستنتهي يوم الجمعة 22 يناير 2021، وستبدأ عطلة الفصل الدراسي يوم الاثنين 25 يناير 2021، وستنتهي يوم الجمعة 5 فبراير 2021، فيما سيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الاثنين 8 فبراير 2021، وستعقد عطلة الفصل الثاني في 16 ابريل 2021. وقالت أن السنة الدراسية ستنتهي يوم الجمعة 18 يونيو 2021. وقال جانكيز متى مدير عام التعليم السنوي في وزارة التربية الوطنية إنهم يخططون لفتح المدارس في 31 أغسطس مع مراعاة آراء لجنة العلوم حول ماذا كانت الظروف مناسبة. وأوضح أن الأسابيع الثلاثة الأولى من الفصل الدراسي الأول تم التخطيط لها كفترة تدريب تعويضية. إخواني، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. دمتم ودمتم بألف خير.